السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اذا اليوم ان شاء الله غنديروا التتمه ديالنا ديال الصفحه ديال لا ليكتور او النهج، وغنديروا الصفحه 65 غنجاوبوا على الكيسيونير اللي كاينين في هذه الصفحه. اذا كنتمنى انكم فهمتوا لو تيكست مزيان في الحصه الماضيه، واليوم غادي نشوفوا الاجوبه ديالنا ونبداو على بركه الله. إذن غادي نبداو جو كومبرون لا كيسيون ديال لا كومبريونسيون. عندنا سارة أتيل ديجا فيو لا نيج، واش هي سارة ديجا شافت الثلج؟ مني قرينا ما عمرها شافت الثلج. غولفي سيركي دوي لو مونتر، غولفي لينا شنو هما خرجوا جملة اللي كتبين بأن ما عمرها شافت الثلج. إذا غادي نكتبو باش ما نجاوبش على السؤال، غادي نقول نيشان سارة أتيل كدا نو. غولفي كار سي لا بخومييغ فوا كيل فيزيت اون ريجيون مونتال، اول مره قلنا كتزور واحد المنطقه اللي هي جبليه، والمناطق الجبليه هما اللي معروفين بلو نيج بالثلج. وساراتيل الي، اذا ساره فين مشات؟ في اي بلاصه مشات؟ اذا قلنا ساره بانها مشات دوز شي ايام عند جدود ديالها في واحد المدينه كتواجد فاش قرويه. اذا غنقولوا ساره اي الي passé quelques jours chez ses grands-parents qui habitent dans un village de moyen atlas. Qu'est-ce que nous avons dans l'atlas? Vous avez vu la première fois que vous avez vu la chaîne, n'oubliez pas de faire le bouton et de vous abonner et de partager la vidéo pour que vous la chaîne. Que voit-il par la fenêtre? إذن شنو شفت من لا فنتر؟ شفت دوك الرقائق ديال الثلوج اللي كيتساقطوا على الأسطح ديال المنازل إلى غير ذلك. إذن هي شفت il voit par la fenêtre des flocons de neige، قلنا رقائق ديال الثلوج. est-ce que Sarah bouge immédiatement؟ إذن سارة ملي شافت داك النيج واش في البلاصة هبطات؟ نو، قلنا بعد تدس واحد الساعة عاد من بعد داس، إذن بقات هي مندهشة من حدا الفوطو. إذا نقولو نو، إذا ما هبطاتش. إل غيست إتوني، كانت مندهشة دوفون لا فونيتخ باش كتشوف هداك المنظر ديال الثلوج. إذن كومون سارة تيل أبيي، إذن سارة كيفاش لبسات؟ شنو لبسات؟ وشنو لبسات سارة قبل باش بغات تخرج؟ إذن قلنا دارت لبسات لو مونطون ديالها، لبسات لو بوط ديالها، دارت لو شيسيور طوال، لي بات إكسيتيغ. إذن غنقولو سارة أونفيل، إذن لبسات أونفيل سون مونطون، لبسات لو مونطون ديالها، سون بونيت، سي غون، لبسات لي غون ديالها، سي بوت. اي سي شوسور مونطون، لبسات هذوك التقاشر اللي كيكونوا طالعين اللي كنسميوهم حنا ليب. اذا كو فيريكس كون ايل سور دو سانيش، اذا ملي خرج الكلب من البيت الصغير ديالو شنو دار؟ قلنا انه سوطا، يعني نقز وطاح في الثلج وتعطس في الثلج. اذا غادي نقولو لو شيان ريكس في ان سوط دون لا نيج اي سي موبيليزي، هو ملي تلاح في لانيج مابقاش قد يتحرك. علاش؟ لانه تغطس وسط لانيج. يعني بوركوا صاراتيل بخي سون شيان ريكس اون فوطو، اذا علاش خدات التصويره مع لو شيان ديالها؟ اذا قلنا باش تبقى عندها الصوره سوفونير. اذا الا بخي لو فوطو، الا بخي لو شيان اون فوطو بور لا غاردي كوم سوفونير. اذا خدات لو شيان يعني صوراته باش يبقى سوفوني. دونك جو اون جونريشي مون كابيتال ليكسيكال، اذا هنا غادي نستافد ولا نعمر راسي مزيان. غولفي توت لي مون اون ليان افيك لي فيير، اذا شنو هما كاع الكلمات اللي متعلقين بالفصل ديال الشتاء. دونك انطلاقا من لو تيكست ديالنا، لي مون اون ليان افيك لي فيير سون نيج hiver, montagneuse, flocon, cidré, menton blanc, boucher, manteau,
bonnet, gant, bottillo, botte, etc. Que veut dire l'expression rêver un menton blanc? Qu'est-ce que veut dire l'expression هذا؟ نقرينا في التكست قرينا بانه rêver un menton يعني بحال اللي كنقولوا واحد الغشاء او لا واحد غطاء ديال التلج. très bien. employé là dans une phrase. اذا هنايا غادي نكتبوا قلنا l'expression rêver d'un menton blanc c'est couvert de neige. قلنا هو غطاء ديال التلج وغادي نكتبوا في لا فراز غادي نقولوا لا فراز ديالنا le village rêvait un menton blanc. اذا le village عنده او لا عنده واحد الغشاء كله ولا الغلاف ديالو يعني كيبان الفيلاج كامل ابيض. اذا quelle expression de texte signifie t اذا شنو هو الكلمه اللي قريناها في لو تيكست ديالنا وكتبين عندها المغادف اللي سميناه ان سينونيم اللي كتقول لنا لو تو تو هي باكر. اذا شنو هي؟ اذا قلنا ان ماتان دو بون اور. اذا ليكسبرسيون سينيفي تو سي دو بون اور بون اور اللي هو الوقت مبكر. اذا شيرشي تو لي سينونيم دو بوشي بي. هاد بوشي بي غادي نقلبوا على كاع لي سينونيم ديالو ماشي دو ديكسيونير غادي نقلبوا نلقاو بزاف كاينين ولكن حنا غناخذو غير شي واحدين قلالين. اذا غادي نكتبوا لي سينونيم دو بوشي بي سون ايتوني ستوبيفي ايباري و ايباتي. اذا بارك علينا كاينين هما بزاف بارك غير هادشي. دونك فهاد لابارتي غادي نقراو اتونتيفمون يعني بتأني لو باساج كيلك مينوت بلو تا جوسكا ولا جوسكو كوم سوفوني. بور سولا من هادي غادي نقراو هنا نغيبيتيو العدد ديال لي فراز ونماركيو لي سونتيمون دو سارة و ايكوتي لا ليكتور ديال لي ميتريز مي غادي تسمع. و فهاد لابارتي غادي نديرو غيبيتي لي فيغ لونغ suivant trois fois. غادي غادي نعاودوها ثلاثه ديال المرات. il fait noir ce soir sur le trottoir bonsoir. il fait noir ce soir sur le trottoir bonsoir. باش تولفوا عليها كوبي لو سون ايرور وعاودوا نكتبوها بدون اخطاء نقلوها بدون اخطاء. il fait noir ce soir sur le trottoir bonsoir. اذا حتى لهنا كتسالى الحصه ديالنا. بالنسبه لاخر حاجه غادي نخليوها ملي غنديروا لاكتيفيتي كاي ديال لاكتيفيتي باش ما نعاودوش التمرين دوك.